يعني البنت مقطوعه من الشجره، ما عندها خال ولا عم، ما عندها حدا يتولى امرها. هلا انت شو بدك بخواله وعمامه؟ الجماعه كثير مناح وما تشرطوا. ايه للامانه اما ما طلبت شيء. طيب انا ليجي ابن عمي المصرف فاتحه بالموضوع، اتكلنا على الله. يلا اتكلنا على الله. فوتي فوتي خليني اشربك فنجان قهوه. يلا. وهن ما بدهم شيء غير السترة. ونحن ما بدنا اياها غير تكون آدمية وبنت حلال. ايه ايه اكيد ابن عمي اكيد. طيب شوف حالك امتى فاضي مشان تروح لعندهم بحضور المختار تفصلوا النقل وتكتبوا الكتاب وتحددوا موعد العرس. طيب انتي شوفيهم لامتى بيكونوا جاهزين وانا باخذ المختار وبروح لعندهم. شوفي فتحي، انت الدهب العتيق يلي كل ما عاتي بيغلى حقه، انت الاصل، لا تزعلي مني، انا مشيت مثل ما بديك. ابن عمي معناها بكره رح اتفق مع الضايق معروف تروح لعندهم وتاخذ موعد، ان شاء الله الف مبروك، جلسة الدهر يا رب. الله يبارك. عرفتي تنقي. شو جابها سيرة فتحية هلا ابن عمي؟ هاي الليلة ليلتي أنا. يعني أنت لازم تكون كلك إلي بس. إذا كان هيك، هاي الليلة رح تكون أحلى ليلة. يعيشوا هالايدين. ايديك طمنيني ان شاء الله مرتاحه معها. بصراحه يا ام معروف خير في شي؟ هي البنت ما لها مصلي على النبي عم اتي عليكي على الاستفاده. يا لطيف ايه ما صلى بالقصر مبارح العصر لسه ما بين خيرها من شرها. يا ام معروف المخلوقه صلى شهرين هون، الله وكيلك ما مدت ايدها على شغله مطبخ ما بتعرف شكله، اشتهيتها تطبخ طبخة. ايه طولي بالك، بجوز ما بتعرف تطبخ. ما بتعرف تطبخ، طب ما بتعرف تغسل الغسيلات، ما بتعرف تشطف ارض الديار، ما بتعرف تجلي شيء، يعني بده مين يعلمها؟ بعدين بتضل قاعدة بغرفتها، ما بتطلع الا على الحمام او على السطوح. وشو لها شغل بالسطوح؟ والله ما بعرف، قال بتطلع لفوق تشم شوية هواء. معروف عنا ولي ازدهار؟ ليش ما عم تعاوني ضرتك بشغل البيت؟ ايوه ليش انت شو دخلك ام معروف؟ وليش هيك عم تحكي مع ام معروف؟ والله انا امي ما بتحملها تغلط معي. انت ما بتستحي؟ ولك نسيانه انه انا اللي فوتك على هالبيت؟ ولا مين انت واهلك مين؟ ام معروف احترمي حالك. ها ازدهار ام معروف ضيفتي واللي بهينا بهيني. ايه ولا تنسي يا ضرتي اني انا كمان سته لهذا البيت ومرته للمعلم برهان ويلي بهيني بهينه. ليش لحتى تبهدليك؟ هي ضرتي ابن عمي مدري شو عم تعبي براسي علي. قال شو انا ما عم بشتغل البيت وانا الله وكيلك من وقت ما فيه من النوم لاخر النهار وانا بضل بس عم بشتغل بهالبيت. هي ام بطيخ شو دخلها لتحكي معك هيك حكي؟ ابن عمي هي ضرتي هي عم تقوي علي واثنيناتهم عم يعايروني بفقري، شايفيني ما إلي حدا. شو هالحكي؟ لا تواخذني يعني، اثنيناتهم معاملين لك لا قدر ولا قيمة. آسفة ابن عمي بتقدر قلبي أنت تاج راسي. ماشي، أنا بعرف أتصرف معه. شو العلاقة ام معروف لحتى تبهدلها لازدهار؟ ابن عمي والله العظيم قدرتي ازدهار هي اللي قلتت بحق ام معروف بالاول وصارت لك شو دخلها اذا اشتغلت ازدهار بالبيت لما ما اشتغلي؟ شوفي فتحية بدي احكيكي كلمتين.
ازدهار مثلك مثله، يعني انت مرتي وهي مرتي، وام معروف اذا بتجي لهون اجريها التنتين بدي كسره، وهذا بتعتبريه يمين، فهمتي؟ زيك يسلمك مصروف البيت. ايه طبعا رضي، مشان تعرف انه حتى كلمتي ما بيرفضها. بعرف والله بعرف. طيب ما قمتي لي هيك شويه؟ خلي هدول معك، المره الجايه بعطيك مثله. نعمه، هلا المهم اسمعي شو بدي اقول لك. لازم تعرفي جوزي وين حاطط الصيغه والذهبات، منشان بعدين نعرف شو بدنا نعمل. شكرا دكتور فهد. شو مين على الباب؟ ما بعرف، حدا مخربط. روحي روحي جوزي، نبه علي ما اشوفك. روحي، ما في غير هالبنت الحرام ضرتك. روحي بوس ايدك بتطلق بعدين. روحي تفضل ابن عمي، هي الصندوق حطت ايدك ما حدا فتحه. يلي ما بتسمع كلمتي انا ما بثق فيها. والله العظيم انا فتحت الباب شفته بوشي، ما خطيت عتبه البيت. هات المصحف الشريف لحظه. خلاص قلت لك الموضوع منتهي، انا منبه عليكي ما تشوفيها. بتروحي بتشوفيها من ورا ظهري بعدي هيك. هذا الصندوق الحيلة والفتيلة، كل شيء لي مالكانات وذهب بهذا الصندوق. يرضى عليكي بتديري بالك عليه مثل عيونك. بعيوني ابن عمي. الله يسلم لي عيونك. هي مشان تعرفي حالي انه انت ما في اغلى منك عندي. الله يخلي لي اياك يا تاج راسي. يلا توصيني شيء. سلامة. لوين رايحة؟ على بيت أهلي. ليش أخذ الصندوق وتحط معي؟ هاتيهم يا حرامية! لك تركيها! هاتيهم عمرك! ما اشقتك هون هلا؟ ما دوري! ما دوري! يا تعبان! هربي بسرعة! شو عم تعمل لك هاي الكلب؟ هاتي الذهبات ولي! هاتي! حضرة اليوز ماشي! شحط لي الكلب هذا! وانت شحط علي يلا! يلا ولعك! حرك! من بعد اذنك! انت طارق ازدهار! طارق! يلا يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. اسمع يا فتحي، هذا الصندوق إليك حلال سلال، هذا إليك. أنا ما بدي منك شيء ابن عمي، أنا ما بدي لا ذهب ولا مجوهرات، بدي حبيبي جوزي تاج راسي يرجع لي مثل قبل. أنا غلطت منك السماح، أنا بعتذر منك. الله يخلي لي إياكي. سامحتك دنيا آخرة ابن عمي. لا طمنيني معروف، لك شو صار معك؟ طمنيني معروف. ان شاء الله الف مبروك اجاك صبي. صبي
مثل فلقة القمر. يا الله يا رب. مرحبا حدو. أهلين بالمعلم أبو مصطفى، الله حياك. خير؟ شو صاير؟ لك مو صاير شي، في ولد صغير بالحارة وقع عم جرحت رجله من سفلة، حملته وركضت فيه لعند معلمي أبو رجع. معلمي أبو رجع شو قال لي؟ قال لي حطه هون وروح جيب الحكيم. رح جبت الحكيم وجبته، أما اللي طلع استنى برا أنا واقف هون عم استناه، إن شاء الله ما في شي. الله يجزيك الخير. الله حياك ولو هذا وعجبنا. الله يرضى عليك، خذ الحصان اربط لي إياه بالمعزبة لشوف شو صاير عند مختار. على راسي على راسي، الله حياك. اي لا تفرحي كثير في ريال خانم، احمد هذا اللي طاير عقلك فيه كان بده يعني انا بالاول. اي شبنا، يعني هو صحيح ما حكى مع ابي بالموضوع بس بعت لي خبر وقال انه حابب يتقدم لي، قام انا رفضته. شو هالحكي هاد سلمى؟ طيب وليه رفضتي؟ هاد يا ستي من اللي انتي سمعت لك عنه سمعات، والعياذ بالله بتقبب شعر البدن. لك هذا مو طلع بس مخبى بتيابه، لا طلع نتن وغشاش وكذاب وبخيل. لك تخيلي، لك بيغش بالمحل اللي عند منه، تخيلي. العمى عمى بقلبه كل هدول؟ اي والله يا فريال مثل ما عم قلك. بقى هو شو قال لحاله لما انا رفضته؟ بنته يتيمه ولحاله من دون سند ولا اهل بتقدم له، مين حيسأل عني مثلا؟ مثلك يعني. أنا قلت إنه رب العالمين عوضني فيه عن موت أهلي، فكرته صادق وابن حلال. إيه هذا بس الظاهر يعني. شو بدك فيه أنت؟ شو بدك لك في ريال؟ خلص اتركيه اتركيه، لا تترددي. لكن بس أنا ضل قاعدة ببيت أبي وبتسمع عنيس وأنتوا تتزوجوا؟ إيه لا والله ما حذرتم. أمور يا أخي. هذا السرج من إمتى عندك؟ إجا لعندي واحد مبارح وبعني هذا السرج. بقديش اشتريته؟ بخمس متاليك. خيو رح أعطيك 10 متاليك. لك مبروك عليك. عد لك. شو يا حدو؟ في شي عندك بدك تقوله؟ والله يا معلم ماني عارفان شو بدي لك. من الآخر الله وكيلك كانت أموري ضيقة، قلت لحالي بدبر أموري بهالسرنج، ما طلع قدامي غيره ودنت نفسي. ما بعرف غلطت والله العظيم، غلطت من النار قسما بالله العظيم. يشهد علي ربي كنت بدي أعطيك ضعفين حقه، قلت حرام أخطي هالشاب أبضاي، لازم حن عليه وساعده. بس أنت يا حدو استعجلت على رزقتك، قمت أكلت حرام. لو إنك طولت بالك وما استعجلت كنت أكلت رزقتك بالحلال وتهنيت فيها. ايه مختار طمني، شلون صار الصغير؟ الحمد لله بألف خير والشكر إلكن يا كبير. ولو هذا واجبنا يا مختار. ايه والله وقت شفناه عم يضحك قلبنا ضحك معه. لسه قلبك رح يضحك كتير وقت اللي رح تسمع الخبرية. خير اللي مختار؟ عضوات الحارة والتجار بالحارة تبرعوا لصندوق المخترة منشان ساعد المحتاجين والفقراء. والله خبرية بتنعش القلب، لأنه الفقرة كترانين بالحارة وبيني وبينها كتير ناس صاروا محتاجين. معك حق أبو شكري. أبو شكري أول واحد رح نساعده بالمصاري. ليش؟ لأنه صاحب عيلة وعنده بنت مريضة مسكينة عم يدفع عليها مصاري كتير. إلك أبو شكري أحق واحد إنه نعطيه مصاري بالحارة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم حدو.
بتمنى يا مختار تقبل مني هدول المصاري زكاة لأهل الحارة. طبعا هذا الكلام من بعد إذن المعلم أبو الصيف. الله وكيلكم يا جماعة إنه ما بحيدتي غيرهم، لو ما يغيرهم قسما بالله العظيم كنت تبرعت فيهم كمان. ماشي يا حدو، رح أقبل المصاري منك. أنا زعلان منك كثير، مشاكلك كتراني بالحارة، وأنت غلطت مع أبو الصيف، ومع هاد أبو الصيف سامحك. كلامك على العين والراس مختار. أبو الصيف تاج راسنا. أي والله يشهد ربي علي إنه أصيل ابن أصيل. علمني درس ما رح أنساه بحياتي. علمني إنه الصبر هو مفتاح الفرج. وعلمني إنه البني آدم لازم ما يستعجل على رزقه، لأنه الرزق مكتوب من رب العالمين، ورب العزة والجلالة ما بينسى حدا. هدول المصاري اللي راح تحطهم بالصندوق هدول من حر مالك، وإن شاء الله إن شاء الله بينزلوا بميزان حسناتك. المهم عرفت غلطك وتراجعت عنه. خير يا أبو رجا؟ قلقتني أحكي شو في؟ بصراحة يا أبو مصطفى وأنا ما أعرف شو بدي أقول لك. يعني ابني عدل عن موضوع الخطبة والزواج. عدل؟ ليش؟ شو صاير؟ راح أقول لك الحقيقة ولا تزعل مني. ابني سمع من رفيقه إنه بنتك المحروسة رايحة لعند بنت خالتها، وملفقة عليه كلام كله كذب وافتراء. وانت بتعرف ابني شب ماشي على الصراط المستقيم وما بيحب الزاحلة، فانا فرق قلبه منها. بدي ما تزعل مني يا مصطفى، هذا اللي صار والزواج اسمي ونصيب. ولا يهمك، حصل خير. يلا السلام عليكم. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير مختار؟ ليش بعثت وراي اجي بسرعة؟ شو في؟ خزنة المختار انسرقت، ولو تعرف مين اللي سرقها. لا تقول لي حده. لا مو حده. اللي سرقها واحد ما راح يخطر على بالك بنوم. أبو شكري، أبو شكري اللي حنينا عليه هو اللي سرق الخزنة. أبو شكري؟ هذا الدرويش؟ لك شو صاير للعالم عم تستعجل على رزقتها؟ مو حاسب حساب آخرتها؟ أنا منشان شو جبتك له؟ مشان اعرف شو بدي اعمل. على الكركون ما راح ابعته. الزلمه برقبته عيله وعنده بنت مريضه، ما راح ابعته على الكركون. قل لي شو اتصرف. خيو راح نقدر ظرفه. شو رايك نبعت وراه يجي بكره على المضافه وإلي معه جوز كلام من بعد اذنك؟ مشي يا ابو الصيف، مشي مشي. ابو شكري ما قدرت يا ابي، لا تلومني. ما قدرت شوف فريال مرتاحة ومبسوطة مع خطيبة، وأنا عم ينحرق قلبي من جوا من كلمة بايرة. ما بعرف شو صار لي، الغيرة والحسد خلوني أحكي من دون وعي، من دون تفكير. ولما عرفت إنه بدي تتركه، صدقني يا أبي فرحت، فرحت من قلبي. لأني مو الوحيدة اللي رح أبقى هيك من دون زواج. يا سلمى انتي استعجلتي على وضعك وتسرعتي بأفعالك وغيرتك. لو ما تسرعتي كنتي رح تكسبي كتير. اكسب؟ شو بدي اكسب يا يا بنتي؟ رجع اللي رفضته رجعت ساعدته، استأجرت له بيت مشان تتجوزوا وتعدوا فيه، لأنه ما حبيت شوفك مقهورة وزعلانة. وكنت اليوم بدي أجيب الشيخ يكتب لك الكتاب وأعمل لك إياها مفاجأة. كان؟ ليش يا أبي؟ شو صار؟ شو تغير؟ المفاجأة يلي كنت عامل لك إياها أنت رديتي لي إياها. رجع عرف اللي عملتيه مع خطيب فريال ومشان هيك تركك. يا أبي شو دخل بنت خالتي فريال؟ شو صار؟ يا بنتي
الدنيا اسمي ونصيب، وأنا زعلان عليكي لأنك استعجلتي، وهذا درس من شان المستقبل. ما تستعجلي على شيء، لأنه اللي بدك إياه رح تحصل عليه مهما كلف الأمر. هي بدي أسرق، بدي أسرق لما بلاقي بنتي عم تتوجع ألف وجع وما فيني جيب لها دواء. بدي أسرق لما بدي أشوف أولادي جوعانين وما معي جيب لهم لا أكل ولا شرب ولا لبس. إيه بدي أسرق لما بدي أشوفكم كل واحد ما شاء الله حولكم حامل ومحمل وفايت على بيته، لك ما حدا سأل عني. ما بدي أسرق بس خزنين، ولك لو بيطلع بإيدي لأسرق الحارة كلها. لك مين قال لك ما حدا سأل عنك؟ مين؟ هيا أبو الصيف، أنت أول واحد كنت رح تاخذ مصاري الخزنة، وأكبر حصة من الخزنة رح تاخذها أنت. يا أبو شكري، أنت استعجلت على رزقتك. لو يعني ما عجلت كنت أخذتها بالحلال، بس هيك أخذتها بالحرام. أنت ما آمنت بنصيبك، ما آمنت برزقتك. لك أبو شكري، الرزقة من عند رب العالمين، بس بدها صبر، بدها صبر. إيه؟ البني آدم لو يفكر شوي برزقته بيعرف انه حقه رح ياخده ولو بعد حين، يعني بس اصبر شوي. سبحان الله استعجلت، خلق الانسان عجولا. انا جبرت وظلمت وسرقت واكلت مال حرام، كثير اكلت مال حرام، بس هينكوش عقبت حالي بالدنيا على قد ما بقدر. بركي رب العالمين بيغفر لي بالآخرة. هدي عمي، هدي وصلي على النبي وسادي بالرحمن. حكي لنا شو وصلك. رح أحكي لكم، مو مشان تساعدوني، مشان تاخذوا قصتي عبرة ولا تغلطوا غلطتي اللي غلطتها. الله يرحمك يا عتاب. كان عندي رفيق اسمه عدنان، كان أكثر من أخ. بلشنا أنا وياه بالصفر، ما كان معنا شيء، كنا عايشين حياتنا منحوسين. اشتغلنا هيك كذا شغلة لحتى صار معنا شوية مصاري، وفتحنا محل قماش، وقلنا العاطي قدو. وعدنا اللي كان مثل أخي ما كان يحاسبني بنوت ولا يسألني على شيء، كان كل شيء بإدارتي أنا. طلع لي كان واشتغلنا وصار معنا مصاري كثير، ليك لحتى شفت بنت حلوة كتير كتير أخذت يعني. استدليت على بيتها، كانت زبونتنا. أول ما إجت وشفتها قلت يا لطيف يوهان، هاي اللي لازم تكون مرتي. لحقتها، مشان هيك قلت لكم استدليت على بيتها. بيوم من الأيام رحت لأخطبها. هاي البنت قدامك يا رضوان، أنا سألتها وهي ما عندها مانع، بس يعني في شروط، إذا بتوافق عليها نقرأ الفاتحة. شو شروطك؟ هلا أنا سمعت عنك إنك تاجر ذكي وشاطر بشغلك
وأشطر تاجر بالشام كلياتها، والشغل كله عم بيكون على كتافك. واللي سمعته كمان إنه شريكك عدنان عم بيقاسمك على كل شي وعلى البارد المستريح، يعني عم بيمصل لك دمك وتعبك يعني. وأنا للصراحة يعني ما بيناسبني إني أتجوز زلمة في مين عم بيشاركه بشغله وتعبه. لهيك يعني كنت عم قول يا أما بتقلع عدنان وبصفي شغلك ورزقك وتعبك وحلالك كله لإلك، يا أما تنسى حسنة وبتروح بتدور على عروس تاني، وأنا هاد شرطي الوحيد. كيف يعني خسرنا؟ ولك احكي رضوان. هلا اهدى الله يرضى عليك وما في داعي للعصبيه. انت بتعرف انه في عنا تجاره كبيره بحلب، تمام هذا الحكي؟ ايه. انا حطيت كل راس مالي فيها، مو بس راس مالي، لك بعت بيتي وحطيته فيها، شو عمل لك هذا تاجر اللي من الصنبور خدعنا؟ ولك انت بحياه عمرك ما خسرت، كيف خسرنا كل شيء؟ لك كيف يا رضوان كيف؟ اسمع عدنان، بعد كل شيء انا عملته معك جاي تعاتبني؟ لك انت من دوني ما بتسوى شيء، عم تفهم؟ طالب حريص كل هاد على الشغل، ليش ما سافرت معي على حلب؟ اسمع لقلك، انا وياك هلا رجعنا للصفر. بتحب نبلش وياك من الصفر؟ ما بنبلش. ما بتحب؟ بعطيك هالقرشين اللي قايمهم لجوازتي تروح تدبر حالك فيهم، بس بدي منك شغله انك تتنازل عن رزقك بالمحل. منيح؟ شباك؟ عم رضوان، عدم المؤاخذة يعني أنت ضميرك رضي بهالشي؟ ضميري مات، كان ميت، لأني من أول ما شفت البنت قررت ألعب هاللعبة الوسخة على رفيقي. طيب بعدين عمي، يعني رفيقك عدنان ما حس عليك؟ بعد مدة قصيرة حس علي وجرى عندي وعاتبني. آخر شي مسكين كان بيفكر فيه إني أنا خونه ولعب عليه، بس هذا اللي صار. وبكذب عليك إذا قلت لك أتحرك فيني شي تجاهه أو حسيت بالذنب على اللي عم بعمله معه. كل شي كان بيهمني إني أرضيها لحسنة، بس أرضيها لحسنة على طيف. عمي أنت مالك عندي شيء، وإذا على أولادك من بكرة ببعث لهم أكل ولبس منيح. ولك أنا اللي كنت ألعب بالمصاري لعب، وأنا كنت أتحسن على كل أهل الشام وأتصدق عليهم. بدك تبعت لأولادي هلأ صدقة يا رضوان؟ ولك أنت بالأساس أنت شو؟ أنت كيف صرت هيك؟ ولك أنت بعت حالك للحرام وخنت صاحبك، هلأ بدك ترجع لي حقي؟ لك أنت ما بتتحارب، ما بتمل، نفس المرشع بدك تجي تسمعني إياك اليوم بدك خلق الله. زوق على حالك بقى عمي، أنت مالك عند شي. أنا اشتغلت ورجعت وقفت على إجري، مالك عندي شيء، هذا كله جهدي وتعبي، أنت مالك علاقة فيه. يلا لك، وأنا وين؟ وأنا وين من كل هالحكي اللي حكيته؟ وأولادي اللي عم يموتوا من الجوع، هلا بدك ترجع لي حقي؟ ما في شيء بيثبت إنه لك حق عندي، وهي السرائر وهي القاضي. روح اشتكي علي، يلا درمي. إيه عند قاضي الأرض ما قالي عندك شي، بس عند قاضي السماء رح يطلع لي كل شي. ما بك شي، عم تتفزلك والله. حسبي الله فيك. فرجيني عند كتافك. يلا حسبي الله فيك يا رضوان.
انت ولك الله لا يسامحك، ولك انت اللي قتلت ابي، ولك انت اللي قتلت ابي. شو تركك؟ ولك ابي مات منك، ابي مات من قهره منك. انا قتلته مات بأسرعه، ولك مات لانه انت خنته، مات لانه انت اذيته. الله لا يسامحك، ولك الله لا يسامحك. لك يا عمي الله يرضى عليك، كل اللي اعتمدنا الموت، كل مين اللي ساعته؟ والله يرحم ابوك جد ساعته، انا شو دخلني؟ لك شو بدك؟ انتك موتك. لك روح، روح الله يسامحك، روح الله يسامحك، روح والله يسامحك، والله يوفقك. روح شاهد عليك إلا نامي والمقني. الله وكيلك يا ابن عمي، إلي يومين ثلاثة لا أكل أكل ولا شرب شرب ولا نوم نوم، وأنا عم فكر وقلقاني عليك، لأني دريت إنه عادل ابنه لعدنان بيعرف ناس تقيلة بالسرايا، وناوي يرفع عليك دعوة إنك أنت سرقت أملاك أبوه، وناوي يحطك بالحبس. بقى قاعدة إلي يومين ثلاثة عم فكر وقلبها وأصفن وقول بلكي منلاقي حل. أم خطر لي خاطر، يعني قلت إنه أنت ليش ما بتسجل أملاكك باسمي؟ بحال يعني إذا رفع عليك دعوة عادل إنه قدام القاضي أنت فقير ومعتر، وأنا اللي معي مصاري وردتهم عن أبي، هيك بتبري حالك قدام عادل، وبتبري حالك كمان يعني قدام أهل الحارة، يعني بتبين عن جد إنك أنت خسرت التجارة وما خنت رفيق عمرك. خلص ابن عمي، خلص خلص، ما كتير يعني تفكر فيها وتنهم وتهز براسك. خلص إذا ما أنك واثق فيني انسى السيرة كلها يا تنسى. لك حل عني يا حل عني، انت ما بتفهم. لك اطلع برات بيتي وحياتي كلها، انا ما عاد بدي اياك. حشتا انا رضوان اللي عملت السبعه وزبتك رمالي، عم تقلعيني من بيتي من رزقي لكل شيء هون بالبيت اللي انا. ايه هذا الرزق صار رزقي، وانت اصلا ما كان رزقك، انت سرقته عن رفيقك وانا اخذته منك وبرضاك. بقى اطلع من حياتي، انا ماني مستعد اشيل بواحد مثلك. شو بسمح؟ لك انا سرقت كرمالك، قلعت عدنان ومات مقهور من وراكي. ليش هيك عم تساوي فيني؟ لك انا وثقت فيكي وكتبت لك كل شيء باسمك، هي اخر تبعت كل شيء. اسمعني رضوان، كمان رفيق عمرك وثق فيك، بقى شو انت قابلته؟ خنته وخنت العشره. انت واحد ما بيتامن لك، لانه اللي بيخون مره بيخون العمر كله. بقى اطلع من بيتي. ماني صالح. اطلع من بيتي، شو على كيفك؟ اطلع لبرا، يخرب بيتك من حالك. وانتو يلا وفقنا. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. لا اله الا الله. دمرتي لي حياتي. بترجاك عادل، بترجاك تسامحني، أنا ظلمت أبوك وقسيت كثير عليه. بترجاك يا أبي، أنا كثير مريض وما في بيني وبين الموت خطوة. سامحني، الله يرضى عليك، سامحني أبني. ما فشرت لك، ما فشرت يا رضوان لك، وحق اللي بسط الأرض ورفع السماء. لو كان دخولك عالجنة بكلمة سماح مني ما رح سامحك، لخليك تنكوي بنار جهنم، وخلي المصاري الحرام اللي أكلتهم على أبي ومات بسببك يفيدوك. روح، الله لا يسامحك دنيا آخرة، الله لا يسامحك، الله لا يسامحك. للحارة من هو؟ أنا ما عم بتذكركم، بس إذا كنت عامل مع أي حدا في كل شيء، مشان سامحوني، سامحوني يا جماعة، ولا حدا يخون، ولا حدا يظلم، لأنه نهايته
رح تكون هيك مثل نهايتي ملح بالصيف، ما في لقمة ياكلها وما في قرنة ينام فيها. من شاء الله سامحوني، بوسي تاكل سامحوني. صفيت بالشرد بالشارع، لا ولد ولا تلت ولا مال ولا جاه ولا حتى في دربي ونستي. صرت كل ما غمضت عيوني شوف عدنان عم يلحقني بده يخنقني. ولا ظالم الا سيبلى بعظمي، لا شهر ولا عام ولا دهر. كابوس كابوس فظيع عم ينغص علي حياتي بالليل وبالنهار. هذا غير اني كل يوم كل يوم بشوفه بنامي. فالظلم مردعه الى الندم الى الندم. ما اني كتير كتير بطلب المغفرة والسماح من رب العالمين. بسمعني بعرف انه هذا قبل ابليس بالجنة. عند الله دخيلك أكيد ما كان بنار جهنم، النار اللي بدها تحرقني وتاكل فيني. قصتي يا ابني طائز منها، خليها دور لك دربك. اياك يغريك بالطمع وتمشي وراه. حلو ما راح يغنيك، لا تدني ولا آخر آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، الأمر رضوان لازم يكون عبرة، عبرة لمن لا يعتبر. عاش غني وظالم
مفكر حاله ملك الدنيا كلها، ولما مات شوفت عينك مات هيك على الحفة، وحيد وغريب، لا أهل ولا حتى أصحاب. استغفر الله العلي العظيم. يا ريت عندي منها شي 10 قطع. والله يا ابي القطع ظريفه كثير، الله يجبرها. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اهلين يا ابني حسان. اهلين اخي. يا ابي مشي حال البيع مع ابو الجديد؟ كثير عار، دفع كل المصاري. شندي اه عظيم، هدول هن ماشي الحال. اعطيهم لاخوك مرعي، خليه يوصلهم على البيت. بس يا ابي يعني عدم المؤاخذه، شلون بدك يعني امن اعطيهم لاخي مرعي؟ شو اخي؟ فكرك ما سمعتك يعني؟ شو مفكرني لسه ولد صغير قدامك؟ لا ما بيصير اخي ما بيصير، يعني هذا مبلغ كبير وما يعني بينعطى لمين ما كان. اي بس انا مو مين ما كان، انا اخوك. خلصنا حسان، خلصنا، شو صار لك؟ اخوك صار شب مشوره بميل على الحيط بهده، شو بده الله يرضى عليك؟ على عيني وراسي يا بي، بس خلاص انا باخذهم وبعطيهم لخالتي. منيح هيك؟ ماشي، روح وصلهم لخالتك لشوف بسرعه. حاضر، خاطرك. الله معك، الله معك. شو يا بي؟ كمان انت ما بتأمن فيني يعني؟ ولك ابني ما رح نخلص من القصه، اخوك اكبر منك، بدك تسمع كلمته، الله يرضى لي عليك، بعدني هيك. مين كان على الباب تقبريني؟ هذا ابن جوزي حسان، جايب لي امانه من ابوه. طب خليه كان يفوت، كنا سلمنا عليه. ابلا لك هالشوفه. ليش خير؟ في شيء؟ صاير شيء بيناتكم؟ بصراحه يا ام زكوان وما رح اخبي عليكي، صايره بتعوز من الشيطان 100 مره قبل ما اشوفه لحسان او قابله، ما بعرف شلون هيك صاير مشراني وطبعه صعب. على علمي انه انتم كنتوا صحاب. انت بتعرفي يا ام زكوان، من يوم اللي تجوزته لأبو حسان وصرت على زمته إني حبيته لهالولد من جوات قلبي، ويشهد ربي علي إني ربيته كل شبر بندر، وكنت حن عليه وقول لحالي اخطي هالولد يتيم وما له أم. أنا اللي بعرف بدك تعرفيني على حالك يعني. ومع إنه جبت ولد من بطني بس بحياتي ما فرقت بينه وبين أخوه، لكن حسان بعد ما تجوز مدري شو صار له، تغير كتير. يا ما قلت لك لا تجوزي لهالكرنيبة منيرة، بس انت ما رديتي علي. وانا شو بيعرفني انها رح تطلع حية وتعلموا على اهله؟ لك انا اللي بعرفها لمنيرة، مثل ما بيقول المثل، طبي الجرة على تمها بتطلع البنت لامها. لك امها يا ما فرقت بين جوزها واهله، ولك وعاملت حماتها معاملة كتير سيئة. وانا كرمال هيك ما قبلت جوزه عندي بالبيت، قلت له لابن عمي يجوزه ببيت الأنوات، أريح إلي وإلها. والله خير ما عملتي، يعني أول شيء أنت وجوزك الحمد لله معكم مصاري وما نكون بحاجته. إيه والله ألف الحمد لله. يلا اشربي قهوتك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب ويخلي لي إياك. مرعي ما قبل يجي يتغدى معنا، شايفته اليوم وعلى بعضه اللي ابن عمي. شبه في شيء؟ كيف شو بيعرفني؟ يمكن اخذ على خاطره من اخوه حسان. يا عيني عليه، يعني بده يكون داجج له شيء كلمه سخنه هززت له بدنه. لك يا هذا الثاني كمان ما حلو يتعود على طباع اخوه الكبير. بس يا ابن عمي مرعي صار شب ولازم حسان يراعي هذا الشيء. والله ربيتهم على المحبه، ربيتهم على المحبه، بس ليش هيك عم يساوي حسان ما بعرف. والله والله وقت اللي عم شوف مرعي فايت مهموم عم حس حالي قلبي عم يتقطع. جاي على بالي روح لعند حسان وافهم منه ليش هيك عم يساوي مع مرعي. لك شو عم تحكي انت يا بنت الحلال؟ شو نسياني انه حسان ابني وما برضى حدا يزعله منوب؟ شو هالحكي؟ ليش مرعي مو ابنك كمان؟ بلا ابني، بس حسان يتيم الام وما بدي اياه يتحسس مني. الله يسامحك يا ابن عمي على هالحكي. ليش مو انا اللي ربيته لحسان وكبرته وما خليته يحس انه هو يتيم وما عنده ام؟
يشهد الله انك ما قصرتي يا ام رعي، بس يعني ما في شيء يعوض عن الام، وانا ما بدي حسان يحس انك متحيزه لمرعي مشان ما تزيد العداوه بيناتهم. ايه الله يهديك يا حسان ويحسن لك اخلاقك الهي. امين امين. خلينا قولي بسم الله، قولي بسم الله. بسم الله. ايه ابن عمي، حكيت مع ابوك مشان موضوع المال كانت؟ لا والله لسه ما صح لي. يو لك شو عم تستنى؟ بكره مرت ابوك بتوز براس ابوك مشان يكتب كل المال كانت باسم ابنها مرعي. لك لا، شو الشغله سايبه؟ ابن عمي الله يرضى عليك، انا برايي تروح تتغدى فيها قبل ما هي تتحشى فيك. ابي ما بيسمح لها. شو نسياني انه انا ابنه الكبير؟ بعدين كل الشغل والمال كانت انا اللي ماسكها. ايه معناها ابن عمي انت ما بتعرف بالنسوان، لانه المراه اذا حطت شي براسها ايه ما بتنام لحتى تحققه. داري خالتي ام مريم عم تتغدى فيني قبل ما اتعشى فيها، ولكن ظاني انه هي مثل امي، داري حيه مخبايه بتيابها. مزبوط كلامك تقبرني، اصلا ما في مرت اب بتحب ابن جوزها، وهي كانت عامله حالها منيحه معها مشان اهل الحاره ما يحكوا عليها، ومشان ابوك يفكر انه بتحبك وبدها مصلحتك. قلتك معقوله تغدر فيني وتطلعيني لبرا؟ لكن شو مفكر؟ مفكر انه رح تبديك على ابنها؟ بكره رح تقول لك هذا حقي وحق ابني. بلكي بدي احسب الله ما خلاه. مشان هيك تقبرني، انت لازم تروح لعند ابوك وتخلي يكتب لك المال كانت على حياه عينه، تقبرني؟ مشان نضمن حق ابننا توفيق ونعيشه حياه كريمه. هو هيك، هذا اللي بده يصير. لك انت شو عم تحكي؟ لك حسانك شو عم تحكي؟ شو عم بحكي يا ابي؟ أنا عم بحكي بالحق والحق ما بيزعل منه. ولك بدك تورثني بالحياة؟ لك ما بتستحي على حالك أنت؟ ليش أنا شو حكيت يا بي؟ أنا عم بحكي بالشرع والحلال. لك هذا مو حلال، لك مو حقك منوب. أخوك مرعي له حق مثلك مثله. أخي قاعد ببيتك وشكلي أمه عم تشتغل شغلها كتير منيح، حتى عم تخليك تبدي علي. لك انت شو عم تحكي؟ هيك بيكون خرب بيتنا حسان؟ ليش بده ينخرب لك منيرة؟ لك حبيبي ابوك هلا بالفرشة، ما بتعرف ايمتى الله بياخذ امانته، وبكره مرت ابوك بتكوش على كل شيء. شي شلون يعني؟ ما هو اخي وانا اخوه، يعني بيطلع لي مثلي مثله. بلا شو؟ انت مستقل شو ممكن ابوك يكون مخبي مصاري؟ أو قديش مخبي ذهب وعثمانيات؟ بكره بينفخها لهالروح وبتجي مرت أبوك وأخوك بكوشوا على كل شيء. لا ما معك حق، أنا ما بعرف أبي شو له وشو عليه. ما هذا حكينا، أنت قضيت عمرك عم تشتغل عند أبوك بتراب المصاري، أنا ما بدي ابنك توفيق يصير فيه مثلك. طيب قولي لي شو عمل؟ لازم الورثة تصير كلها إلك بالشرع وبالقانون، حتى لو بدك تقتل أخوك.
رحمتي عليك يا ربي، ولهلا رحمتي عليك. دخيلك يا رب، دخيلك يا رب تعافي وتشفي وتقومه لشباب وتعطف عليه يا رب. جا سيدنا محمد يا مزكوة، الشب ملقوح بالفرش، لا من تمه ولا من كمه ولا عم يفتح عيونه. دخيلك يا رب. بس اخ اخ، لو اعرف مين اللي عمل فيه العملة لقتله واشرب من دمه. بتعرفي في واحد شاهد دق علي الباب وعطاني هذا الشال وقال لي وقع من القاتل. ورجيني لشو؟ لك هذا شال، هذا شال حسان، انا بعرفه. وليش لا يعمل هيك باخوه؟ لك شو ليش لا يعمل هيك؟ كرمال الورثة، كل يوم والتاني بيجي لعنا وبيطول وبيقصر وبيطالب بالورثة. لك انا شو دخلني انا وابني؟ انتقم منك يا حسان. انا بعرف شو بدي اسوي، انا بعرف اخذ حق ابني. هذا الحكي مو مزبوط يا بي، ولا لا تكون مرتك مرعي عم تلعب لك بعقلاتك وعم تقلبك ضدي. اسمع، كلياتنا بنعرف قديش بتكره اخوك بتغار منه. لا، على بالمؤاخذه هذا الكلام مردود عليك يا بي، ابدا هذا الحكي مو مزبوط. بعدين انا كل العالم تعرف انه انا بعمري ما اعتديت على حدا، وعدم المؤاخذه انا لما طالبت طالبت بحقي. ايوه، وهاد شو هاد؟ شو عمي؟ لهون وصلت المواصيل مع مرتك تاخذ الشال من عند جوزي مشان تتبلى بقصص مو صايره؟ ام مرعي ما دخلها، ام زكوان هي اللي شافت هذا السلوك البطيخ، هذا الشال مرمي جنب مرعي. لك وصلت معها، لك وصلت معك المواصيل لحتى تقتل اخوك؟ لا عمي، ابن عمي مستحيل يعمل هي العمله. لك انت خاسي، لا تتدخلي بنوب، انت السبب، انت اللي عم ترمي بين اخ واخوه. يا ابو توفيق، توفيق توفيق بالحفظ للصون يا منيرة. خالتي انت شو جابك لهون؟ جاي احرق لك قلبك على ابنك مثل ما حرقتي لي قلبي على ابني. بوس ايدك سكينة، شو عم تعمل معك؟ ليش؟ خايفة اذيه؟ خايفة اني اقتله؟ ابن عمي مشان الله جيب لي ابني. اوعك اوعك تفكر تخطي خطوة واحدة والا رح يصير شي ما يعجبك. صلي على النبي خالتي، صلي على النبي واغزي الشيطان. ليش انتوا صليتوا على النبي وقت اللي عملتوا اللي براسكن واجيت ضربت لي ابني؟ ليش انتوا صليتوا على النبي وقت اللي لحقت مرتك هي العاربة وخربت لنا بيتنا وحياتنا؟ ولك نسيت يا حسان، نسيت اني ربيتك مثل ابني ونسيتك انك يتيم وفقد امك. نسيت أنا غلطت منك سماح. ويكتر خير الله ابني، ابنك ما مات. ولك بس ابني، ابني مرعي ملحوش بالفرشة ما عم يتحرك، وما بعرف إذا رح يطلع عليه الصباح ولا لا. مشان الله جيب لي ابني. خالتي أنا لا عاد بدي مال ولا عاد بدي أطيان ولا مال كانت، أنا بتنازل عن الورثة كلياتها، بس رجعي لي ابني بوس إيدك. ولك أنا بعد ما ربيتك وكبرتك جيت تغدر فيي يا حسان؟ وبمين؟ بأقرب الناس إلك أخوك لحمك ودمك. ولك أنا يا ما سهرت جنبك الليالي وأنت مريض، ولك أنا ربيتك بدموع عيوني مثلك مثل ابني. ولك يا ما أنا كنت أقطع اللقمة عن تمي مشان لبسك تياب جديدة تفرح فيها، هيك عم تباديني يا حسان؟ ولك حرام عليك اخوك شو سوى لك، فهمني. Give me a day.
تكوني هات تتركني تيتا ما لعبت حبنا كتير وتدللني مو هيك تيتا؟ ايه روح تيتا انت تعمي تعمي تعال عندي مرعي بعرف اذا قلت لك حقك على راسي هاي الكلمة لا رح تقدم ولا رح تأخر بس اللي شو الطريقة لعوضك فيها عن اللي صار مسيك هلا قطع هلا قطع هي ابنك بدي اياك كل ما تطلع فيه ضميرك يوجعك ويعذبك